مثل لقاء المنتخب الفرنسي ونظيره التونسي صدمة لدى محبي كرة السلة، إذ انهزم بطل إفريقيا بنتيجة 93-36، أي بفارق 57 نقطة. وما زاد من استهجان الشارع التونسي طريقة تسجيل لاعب المنتخب الفرنسي للسلات التي فيها الكثير من الاستهزاء والطريقة الاستعراضية. وما زاد من استهجان الشارع التونسي طرق تسجيل لاعب المنتخب الفرنسي بطريقة فيها الكثير من الاستعراض وعدم الاحترام، بالإضافة إلى اتساع الفارق من مقابلة ودية إلى أخرى. ففيما سبق كان المنتخب التونسي ندا قويا لنظيره الفرنسي، ويذكر أنه بالجيل الذهبي للمنتخب التونسي تحصل على 3 بطولات إفريقية. ومع اعتزال هذا الجيل يبدو أن كرة السلة في تونس تمر بفترة صعبة وفي طريقها إلى الانحدار.